تعرف هذاك المثل اللي يقولكم العودة تحكروا عينيك؟ نفس الشيء صار لي مع هذه الكاميرا، حكرتها سمع ما تنيش فاجأتني بشكل كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صوفيان. اليوم حبيت نتكلم عن الفيديو اللي طال انتظاره، واللي هو تجربتي مع هذه الكاميرا واللي هي سوني RX 10 مارك 3. وش عجبني فيها وش ما عجبنيش؟ فقبل ما تبداو تباركولي وتقولوا لي عندي كاميرا وكذا، هذه الكاميرا عطاوها لي فقط مجرد اعاره من شركة مؤسسة كومودوس برود، اثر انه كان معايا عامل العام اللي فات في كاس افريقيا، كرون كاس افريقيا بالتاكيد، كانت معاهم خدمه لهي وخدمت بهذه الكاميرا ولي صورت بها في هذاك الوقت. بعد ذلك جربتها في عديد من الامور، جربت صورت بها افلام، درت بها فلوجات، يعني هذه الكاميرا صورت بها الى حد ما كما نقول لكم خلاص لحقت لافان تاعها، خرجت منها كل شيء. اول شيء هذه الكاميرا من نوع بريدج، اللي معناه انه البودي تاعها واللينز فرد جزء، ما تقدرش تبدل العدسات، ما تقدر عندك فرد عدسه تخدم بها. ولحسن الحظ عندنا عدسه رائعه جدا تمشي من 24 ملم حتى 600 ملم، واللي بشكل كبير هاي هناك كما تشوفها 600 ملم، بس الحجم تاعها يبقى ماهوش بحجم كبير مقارنه بالعدسات الاخرى. هذه العدسة راي عدسة سريعة، راي F2.4 حتى F4، ولكنها العدسة الأفضل الحالات اللي تخدم بها هي F4 واللي راح تمشي لك على طول المسار. أول شيء بالنسبة للهاندل، بالنسبة لتصميم هذه الكاميرا، في عجبني فيها بالرغم من وزنها الثقيل وحجمها اللي ضخم مقارنة بوش البريدج الآخرين، إلا أنه هذا إضافة عندها ميزة كبيرة، وهذا خلى أنه هذه الكاميرا كانت ثقيلة وعندها مركز جاذبية كبير، وبالتالي أن الجاذبية تحكم فيها أكثر، واللي راح يعطيك توازن اللي يخلي الكاميرا أكثر ثبات في اليد أكثر ما تكون عندك كاميرا صغيرة وتلعب بها كما تحب. حاجة أخرى يعجبني في التصميم تاعها والمميزات فيها، أنا عندي أزرار كافية وكافية ووافية، عندي ثلاثة قادر كوستوميهم كما نحب، فارغين أنت اللي تبروغراميهم، بالإضافة اللي عنده أي زر تشوف هنا قادر تبروغرامي كما نحب. مثلا هذا الروضة تاعها نديرها نكونترولي بها الـ ISO، هذا من الفوق واحدة نديرها الفوك سبيكين، واحدة ندير بها الزيبرا، كل واحدة نديرها واحدة، فبالتالي ما ندخلش للمنيو تاعها أبدا وما نبدلش المنيو تاعها أبدا، كل شيء نبدله من هنا هكا وأنا قاعد نخدم. الشاشة تاعها عندنا شاشة 3 إنش تلتن، يعني تروح لك هكا وتزيد تطلع باش تشوف فيها الفوق ودير. سما إذا حبيت تدير بها فلوق ولا تصور واحد كيما أنا هكا فيديوهات كيما ما حيجيك كي صعب، بس إذا كنت ديما ورا الكاميرا فهذه الشاشة راح تكون جيدة. شوي لقيتها ماهيش ضاوية بزاف في النهار، بس معهيش مشكلة، خاطر عندنا الكترونيك فيو فايندر، وهذه ملاحظة جانبية انه اول كاميرا هذه نخدم الكترونيك فيو فايندر، واللي ما نقدرش على بالي دركا ما نقدرش نخدم اوبتيكال فيو فايندر، سمحوني بس الفيو فايندر الكترونيك حاجة هاربة بزاف خلاص. زيد عندي منافذ بزاف خلاص، عندنا ميني اتش دي ام اي، وعندي منفذ يو اس بي باش ننقل به ملفات وقادة تشارج به حتى الكاميرا، وزيد عندي حاجة ومنفذ للميكروفون، منفذ للسماعات باش تسمع الصوت اللي قاعد تسجل به، وليا حاجة ما بلاش على ما يديروهاش في الكاميرات الاخرين، يعني تحقرها بس كي تبدا تخدم بها. ومنفذ الكارت ميموار على الجنب بلاصة مليحة، والباتري جات لتحت بلاصة مليحة، واللي هي عيدة البلاصة اللي تلصق فيها في تريبي، فبالتالي تقدر تبدل الباتري وهي محطوطة في تريبي. يعني التصميم تاع هذه الكاميرا بزاف بزاف مليح. فلاش عندك، كاين فلاش واللي هو بس ما تخدموش به بزاف، ترى راهو عندنا اذا كانت مزومية بزاف راهو البلاصة هذه تضرب الفلاش وتجي تبان ظلمة في التصويرة. زيد حاجة صغيرة بس مليحة، انه الهوت شو ماونت هنايا داروا له كوفير باش ما يدخلوش الغبار اذا ماكش راح تخدم به. من اين لهم هقول له هذا التفكير؟ حوايج ما عجبونيش فيها هو انه العدسة كي تشعل الكاميرا، شوفوا شعلتها ابي بري 2 ثواني باش تشعل وتبدا تخدم، كي تطفيها نفس الشيء لازم العدسه باش تدخل، وهذا راح اذا كنت في منطقه ولا في بلاصه شوي سريعه ثواني هذوك رامي مهمين بزاف خلاص. زيد على هذا الرينجز، الزوم رينج والفوكس رينج، خلينا من الاباتشر رينج، هذا مزوز الكترونيك. واش معناتها؟ معناتها ماكش تحس بالحوايج الداخل يتحركوا، راك تدورها بس بعد كلي كاين واحد التاخر بعد باش تشعر بها، راني ندور فيها بس نحس كاين واحد التاخر، ماهيش هذيك ثم بعد تدور تلقاها ثم بعد. هذا اختراع يخدم بواحد سيستم الكترونيك، واللي هو سيستم ما يعجبنيش بزاف، هذه نقطه سلبيه فيه. بصح فوق هذا عندك ان اف سي، عندك واي فاي، وزادت انها مضاده للمياه مضاده للغبار. مانيش راح نقولك تزها في الباس انا مصور مش جو برو، بس راه يتعاون كذا صبت معك شويه نقول.
ندخلوا حاجه ثانيه واللي هي الفوتوز. الكاميرا اذا قادت تصورك 20 ميجا بكسل صار يخرج منها جي باك تاعها هايلين، بصح اذا حاب تحكم في صورتك فالراو تاعها هذه مذهل بشكل كبير. زيد على هذا كاين حوايج اللي يذهلوني في هذه الكاميرا واللي هي اوتوماتيك فوتو. واش معناتها؟ انه كي تصور الفيديو الكاميرا وحده راح تخزن لك تصاور جانبيا، انت تصور في الفيديو الناس راهو يضحكوا وهي تصور لك اوتوماتيكيا ما كان لها حتى تصور. وزيد على هذا اذا انت حاب تصور في الفيديو تلف الشاطر وراح يسجل لك تصاور من الفيديو بدون ما ياثر على الفيديو، هذه حاجه مليحه بزاف. صح تصاور يجيو جي باك يجيو ناقصين شويه كاليتي، هاي ميزه مليحه بزاف ونتمنى انها نلقاها في كاميرات اخرى. زيد على هذا انه كاعت عندنا 24 حتى 600 ملم، فتصاور ماكش راح تلقى فيه مشكل ابدا، واحد بعيد اللي تصوره وواحد قريب قدام تصور. بالنسبه للفيديو فهنا الكاميرا هذه تروح الى ابعد حدود، فهذا الكاميرا تكتسح الجميع. عندك امكانيه انك تصور فيديو 4K 100 ميجا بت 30 اف بي اس، اذا كنت تحب سلو موشن فالكاميرا قادره تصورك سلو موشن ب 120 اطار في الثانيه. زيد على هذا عندنا ربع، عندنا 240 480 حتى 960 اف بي اس في زمن صغير بكاليتي ناقصه شويه. زيد على هذا في الفيديو عندك زيبرا وعندك الفوك سبيكين واللي راح يعاونوك بزاف خلاص. وفوق هذا عندك الاس لوغ 2 واللي هي حاجه معروفه بها الكاميرات العاليه تاع سوني باش من بعد تلون الفيديو تاعك كما تحب وتجي بها ديناميك رينج اكثر. بصح راح تصوروا باي اس او 800 يعني ما يقدرش يعاقب. ماشي قلت على الفيديو انه في الفور كي عندك بليش 6-7 دقائق فرات ويطفى الفيديو، بصح في 1080 بي عندك حتى 30 دقيقه كما عادي. وفوق هذا عندك ستادي شوت واللي هي تقنيه سوني باش تدير لك ثبات واللي هي تعمل بشكل كبير في هذه. تخيلوا معي عدسة ب 600 ملم بس عندي ثبات ممتاز جدا، اذا صورتها مثلا ب 24 ملم نقدر نمشي نورمال بدون ما تشوفوا اي ذبذبات والفيديو يجي ثابت بشكل رائع. كاين شوي كروب في الفيديو يعني الفيديو يجي شوي مزومي، بس بقيت روحي نخدم بيدي بزاف. المهم نقطة اخرى واللي هي الاوتو فوكس في هذه الكاميرا. شوفوا الاوتو فوكس في هذه مليح ومش مليح، راهو كونتراست ديتكشن اوتو فوكس ماهوش الهايبرد اوتو فوكس اللي نشوفه بكاميرات تاع سوني الاخرين. بصح ساعات اخرين يمشي معايا ساعات اخرين ما يمشيش معايا، ساعات اخرين في فيديوهات يكونوا يمشي عادي وساعات اخرين يفزد. قلت روحي نعتمد عليه ماهوش ذاك الفاشل بزاف خلاص، خاصة انه فيه الفيس ديتكشن يعني كيشوف الوجه راهو يتبعه، حاجة مليحة. زيد على هذا عندك حاجة اسمها ديريكت مانيول فوكس واللي معناها انه تخدم كاميرا تخدم اوتوماتيك تقدر تعدلها تخدم بها بيدك، يعني كاميرا حكمت شتي ما عجبكش تبدلو انت عادي جدا. بالتالي الاوتو فوكس صح تاعها ماهوش مليح، بس لقيت روحي نخدم به وكنت روحي يعاوني خاصة عندي فوكس سبيكين وكل هذه الامور لا باس. اني قلت لكم الرينج هذه تاع حالي قدام ما هيش تعجبني خلاص، تالي قلت نخدم بهذه ما نخدمش اوتو فوكس. بشكل مفاجئ بالرغم من انه السنسر صغير الا انه الاي اس او فيها اداؤه مقبول ومحترم ورائع جدا مقارنه باش قارنته بكاميرات اخرى. صورت الفيديوهات تاعي عاده يكونوا 800 اي اس او 1600 اي اس او في البيئه كيما هذه، النويز يكونوا صغار جدا يعني والايماج تكون ضاويه واللي هي حاجه مليحه. هذه نقطه معروف بها كاميرات سوني انه الاي اس او تاعها مليح. البطاريه هايله في هذه البط، عندي زوج بطاريات. شوفوا ما عنديش مشكله ابدا في البطاريه، جامي طفات لي الكاميرا في الخدمه غير مره غلطت صورت 4K ونكلى لي البطاريه بزاف، الكاميرا قريب طفات بس ما طفاتش. حوايج ما عجبونيش في هذه الكاميرا نبداو بالمنيو السيستم تاع سوني، هذه حاجه معروفه بها سوني انه المنيو تاعها معقد بشكل كبير باش تروح تبدل حاجه تدخل في قدان حاجه اللي هي معاناه بزاف. بس الحمد لله انه عندك اسرار تبرمجها كيما تحب وبالتالي المنيو يدخل له ساعات فرق. زيد على هذا ما عجبونيش زيد انه كعت بريدج، تخيلوا معي كانت بواتيبا ما كانتش بريدج، لانز نجيب كاش لانز ولا عدسه اخرى كانت الكاميرا راح تكون من عالم اخر بالمميزات اللي فيها هنا. استميع ما لقيتش راح نصور بها بزاف، اقصى حد ربما 200 ملم. نتكلموا على حاجه ما درتش عليها واللي هو السنسر تاعها. السنسر اللي عندها هنا هو نفس السنسر اللي موجود في هذه الكاميرات الصغار دوك تاع سوني، هذوك اسمهم الاركس 100. هذا الحساس اسمه 1 انش صغير بزاف اللي هو فيه درجه كروب 2.6 على الفيل فريم. ففي الاخير نقول لكم ان الكاميرا مليحه بزاف عجبتني وخاصه المميزات اللي فيها. هذه كاميرا تاع واحد مثلا يسافر بزاف ولا مثلا تصور بعراس لقيت روحي تناسبتني، بس باش دير بها فلوجات باش دير بها فيديوهات في اليوتيوب كيما كان شوي تعاني منها، كان كاميرا خير منها بزاف خلاص. بالنسبه لسعر هذه الكاميرا لقيتها بين 10 ملايين 13 مليون حسب الوضعيه اللي راهي تلقى فيها الكاميرا
قادر تلقى بدائل على حسب نشوف انت واش قادر دير. يعني هذه الكاميرا قادر تدير معك كل شيء، تصور بها افلام، تصور بها اي حاجه تحبها قادر تصور بها. فان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ان شاء الله ينزل في فيديوهات في المستقبل. وكالعاده كما كنت صوفيان، نشوفكم في فيديو ان شاء الله. سلام.